رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان هي رائحة الفم هي شيء عادي جدا، ما مخصاش تكون رائحة غير مستحملة. يعني الإنسان ملي كيكون كيهضر مع شخص اخر مخصوش يحس بانزعاج الاخر ما ينفرش منه وهذا. وجينيرالمون كتكون هاد الرائحة مني كتكون مزعجة مني كتشم من مسافة تفوق 75 سنتيمتر ما بينك وبين الإنسان اللي قبلتك. دونك من هنايا كتكون رائحة الفم مزعجة. مناش كتجي يا إما من عدم تنظيف الأسنان نهائيا، الإنسان ما كينظفش الأسنان ديالو، أو من التنظيف اللي كيكون كتير كتر من لازم. إنسان كتلقاه بارفوا كينظف كتر من لازم الأسنان ديالو، كيبقى يحك في لسانه في ليجو في الحناك ديالو من الداخل اتسيتيرا، مما كيخلق واحد الخلل في التوازن ديال اللويحات الفموية كيف ما كيقولوا، اللي هي البكتيريات والطفيليات اللي كيكونوا في الفم ديالنا. هاد الخلل في التوازن كيؤدي ان رائحه الفم الكريهه كتكون اكثر شويه في هذا الشهر الكريم، اما ان رائحه في لافان دو جورني في الاخر النهار رائحه عاديه، سي ان تروك يا نورمال، شيء عادي جدا، غير الانسان ما خصوش ينزعج منه. والتجنب خصنا تنظيف الاسنان بطريقه مزيانه، ما يبقوش البقايا ديال الطعام وهذا باش نتجنبوا الرائحه. وحاجه اخرى ما نساوش ترطيب الفم. وحنا الحمد لله مع الوضوء عندنا 5 مرات في النهار كنديروا المضمضه 3 فوا، اشاك فوا كنديروها 3 مرات في كل وضوء، دونك كنرطبوا الفم ديالنا، مما يؤدي ان ديك الرائحه راه كتنقص شويه، كتنقص كتوصل حتى لافان جورني كيولي ما كتكونش رائحه اللي هي خايبه. والتنظيف ديال الاسنان باستعمال معجون اسنان اللي هو مناسب لكل واحد، كل واحد كيكون عنده معجون الاسنان ديالو اللي كيناسب الحاله ديالو، ومحلول ديال ان بان دو بوش ديال باش يشلل الفم ديالو. ومن مورا هادشي كامل يشلل غير بالماء فقط لتجنب هذه الرائحه.